طيب نروح لخبرنا الاخير. فراعنه الريشه لذوي القدرات الخاصه يسيطرون على ميداليات بطوله افريقيا باوغندا. الف مليون مبروك لاعيبه منتخبنا الوطني الريشه الطائره لذوي القدرات الخاصه، سيطروا على ميداليات بطوله افريقيا واتلعبت في اوغندا في الفتره من 20 ولحد 24 سبتمبر اللي احنا فيه. الف مليون مبروك. منتخبنا تصدر الترتيب العام بالبطوله برصيد 15 ميداليه وجم 9 ذهب و3 فضه وزيهم برونز. قدرت شيماء سامي لاعبه منتخبنا الوطني انها تحقق انجاز كبير بعد فوزها بثلاث ذهبيات في الفردي وزوج السيدات والزوجي المختلط. منتخبنا بيضم بين صفوفه 10 لعيبه وهم شيماء سامي، ياسمين عيسى، محمد رشاد، عمر جابر، شيرين عادل، منى فارس، محمد شعبان، احمد مجدي الدكروري، وليد عبد الغني، جون خالد. منتخبنا بيدربه طبعا زكريا عبد القادر المدير الفني المنتخب ومعاه كابتن شهاب يحيى عضو مجلس اداره الاتحاد المصري كرئيس للبعثه.